السلام عليكم. رح نعمل كيك ليالي الشام. طريقته كتير بسيطة بس لازم تاخد وقت شوي. رح نروح للمكونات. عنا 5 بيضات، طبعا بحرارة الغرفة، معلقة خل صغيرة، معلقة فانيليا، معلقة طعام فانيليا، و200 غرام زبدة وملون طعام، 2 كوب سكر، و4 كوب طحين. هاي الكمية لقالب واحد، احنا بدنا نعمل قالبين. هاي الوصفة ما بنحط لها بيكنج باودر لانه احنا ما بدنا العجينة تنفش معانا. والالوان اختيارية، يعني في ناس بتحط لون زهري وأخضر أو لون أحمر وأصفر، أنا راح أحط لونين اللي هن البنفسجي والزهري. هلأ لتلزيق القلبين بعض راح نحتاج مربى، أي نوع مربى عنا، فراولة أو مشمش. أنا رح أستعمل هلأ مربى الفواكه المشكلة. هلأ المرحلة الثالثة رح نحتاج للتغطية 400 غرام شوكولا ونص كوب زيت. الشوكولا أنا بدي أخلط نوع شوكولاتة غامق ونوع فاتح، والزيت نص كوب زيت لتطراية الشوكولا عشان لما تجمد أعرف أقطعها. هلأ رح أحط البيض بالخلاط أو بالخفاقة وأسير أدير المكونات شوي شوي، اللي هي أول خطوة الخل والفانيليا وبعدين السكر. لازم المقادير تنخلط منيح. هلأ الزبدة منديرها شوي شوي. الزبدة لازم تكون كمان بحرارة الغرفة. بس ينخلطوا منيح رح أصير أدير الطحين شوي شوي، والقوام لازم يطلع أجمد من قوام خليط الكيك بهذا الشكل. آخر خطوة رح أحط الملون اللي أنا بدي إياه. أنا حطيت هلأ اللون البنفسجي، ضلتني أحط لحتى أوصل للدرجة اللي بدي إياها. هاي هي الدرجة. هلأ رح أجيب صينية بس ما تكون غميقة بهذا الشكل، ورح أحط ورق الزبدة وأعملها على مستوى واحد. طبعا أنا مشغلة الفرن قبل ب10 دقايق على درجة 180 مئوية، ورح أحط القالب بالوسط وما أشعل من فوق نهائي. ما بدي القالب أنا ينفش، بدي إياه بهذا الشكل يكون، مشان هيك ما بنحط له بيكنج باودر. هلا بعد ما نتأكد إنه استوى تماما راح نطلعها ونخليها تبرد. أنا من بعد ما بردت كنت مساوي القالب الثاني كمان، الاثنين باردين، راح أحط طبقة المربى على أول قالب، بعدين أحط القالب الثاني فوقه، وبعدين لازم أتقلهم بشي ويضلوا ما لا يقل عن 2 أو 3 ساعات متقلين عشان تلزق الطبقتين بشكل مرتب. هلأ هيك حطيتهم أنا وتقلتهم. بعد ما تقلتهم رح أشيل الأطراف هاي. الأطراف هاي طبعا ممكن الأولاد يأكلوها أو
ما بنرميها، ممكن نستغلها بشكل تاني. بعد ما زبطنا الأطراف ببدأ أقطع، رح يعني أقطع مقدار أصبع، يعني ما بديها تكون كبيرة كتير. رح أقطعها بهذا الشكل، وبعدين ألزق كل قطعتين بهذا الشكل. أدهن القطعة الأولى مربى، والتانية رح أحطها الألوان تكون بالعكس. الألوان طلعت بهذا الشكل. رح أساوي الكمية كلها وأحطها بالصينية، وبعدين مندخلها الفريزر لمدة شي ساعة تقريبا، بس تمسك المكونات كلها على بعضها وتلزق منيح الطبقات كلها. بعد ما تبرد عنا بدي أدوب الشوكولاتة بحمام مائي، وبعدين أدير عليه الزيت. زي ما قلنا، الزيت الهدف منه إنه لما تجمد الشوكولا لما نيجي نقطعها ما تتكسر تكسير. هلأ الشوكولا اختياري، نوع الشوكولا. أنا شكلت، حطيت شوكولا داكنة أو اللي هي الشوكولاتة الدارك مع شوكولا بالحليب. ممكن نحط كل واحد حسب يعني رغبته، وممكن نعملها بشوكولا بيضة كمان إذا عنا شوكولا بيضة خام يعني. بس دابت الشوكولا تماما، راح نكون جايبين شيء زي شبكة أو أي شيء عشان أي شيء ينزل من الشوكولاتة ما يضلوا مجمع على الكيك. هلأ كل قطعة رح أغطى بالشوكولاتة بهذا الشكل وحطها على المصفاي، وبعدين القطع بس تصير عنا هيك بحطها على ورق زبدة وبدخلها الفريزر كمان شي ساعتين. هلأ من بعد ما جمدوا القطع رح أشوف أضبط الشوكولا، ممكن بقشرة البطاطا أو بسكين عشان يطلع الشكل كتير منسق. وبعدين رح أصير أقطع هيك بمقدار تقريبا أصبع واحد، وهذا هو الشكل النهائي. هيك رح تطلع كتير طريقة حلوة للتقديم بالمناسبات. وممكن قبل ما نقطعها بهذا الشكل وهي ألواح شوكولا نخزنها بالفريزر، وقت ما بدنا نقدمها للضيوف نطلعها ونقطعها بهذا الشكل. طبعا بتنحط بالبراد وبتتاكل هيك باردة. صحة وهنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا شير ولايك، ولو ما عاملين سبسكرايب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس.